alaikum, je m'appelle Jihad Kassem, pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Et je suis formateur. On a dit la Tanger Hseb formation pâtisserie haut de gamme, exactement à Royal Tanger. Ou Barakallah à l'équipe. L'équipe, Mashallah, a beaucoup d'expérience. Et nous avons l'expérience de la Minfour. Et le Moustawa Dialun est là encore à la Koulioum. Ou Benizbali, en tant que chef pâtissier formateur partout dans le monde, au Maghreb, je pense que Royal Tanger, c'est une des meilleures pâtisseries, une des meilleures au Maroc. Machi seulement à Tanger, mais elle est vraiment pour moi, à mon sens, classement d'Yala, Mashallah, magnifique. Ou Tmaloun Kil Khair et une équipe, Mashallah, Tahia. Parfait. Donc, bonjour, je m'appelle Pierre-Edouard, donc c'était la première fois que je venais au Maroc. Franchement, j'étais très très agréablement surpris du niveau de la pâtisserie marocaine. J'ai vu des très très beaux produits à Royal Tanger Pâtisserie. On a quand même réussi à faire un super buffet pour essayer d'encore lever un petit peu le niveau. Je tiens déjà à remercier toutes les équipes, le patron, pour leur accueil incroyable. J'étais vraiment reçu... très 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 bien et en tout cas si on a encore besoin de moi à nouveau ici je reviendrai avec grand plaisir. Merci. في هذه المؤسسة كنحاولوا ما أمكن نخدموا على مسألة الجودة بشكل كبير، خصوصا احنا عندنا واحد الخبرة متراكمة لمدة سنوات طويلة في هذا المجال، سواء في الحلويات العصرية أو في الحلويات التقليدية. كنحاولوا منذ مدة بنينا واحد الاستراتيجية خاصة بنا أننا كنقلبوا دائما على الجودة في المنتجات اللي كنخدموا بها. المواد الأولية كلها كان عندنا فريق متكامل من الإداريين ولا الناس اللي كتكلف بعملية الشراء والبحث عن المواد الأولية. دائما كنا ولازلنا كنركزوا على أننا نشتغل بأرفع وأجود ما كاين في السوق من المواد، سواء من الشوكولا سواء من الفواكه الجافة إلى غير ذلك من المواد اللي كتدخل في صناعة وتعليب الحلويات. طيلة هذه الفترة اللي دازت حاولنا نبني واحد المجموعة من العلاقات مع الموردين ديالنا ولي فورنيسور ديالنا. كنديروا دراسة للمواد اللي غادي نخدموا بها، كنديروا لهم واحد التجربة، الى اكسبتيناها وصلحت لنا كنتصلوا بالموردين ديالنا كنطلبوا لهم مواد اللي غنخدموا بها واللي كناكدوا عليهم انها تجي في ظروف توريد او ظروف توزيع ملائمه للجوده والسلامة الغذائية إلى غير ذلك. كاين فريق كبير اللي هو كيسهر، كاين عندنا مسؤولين ديال الجودة والسلامة الغذائية، عندنا الناس اللي هما مكلفين بالتخزين وبالستوك إلى غير ذلك، كاين الناس اللي كتشري، فريق ديال الشراء، إضافة إلى الناس اللي كتكون هي الواسطة أو صلة الوصل ما بين المخزن وما بين فريق التصنيع. اختصاص ديالنا حنا كنديروا لا باتيسري فرونسيز، كنديروا الحلويات العربيه ولا التقليديه المغربيه، كنديروا التخيتور، كنديروا الخبز، المخبزه بجميع الاشكال ديالها، سواء الخبز العادي او الخبز اللي كنسميوه البان سبيسيو الى غير ذلك. كاين الفينوازري، عندنا كذلك قسم خاص بالملح، سواء التقليدي الملح ديالنا المغربي المتعارف عليه، وكذلك حتى واحد القسم جديد اللي ضيفناه هو الملح العصري، كيدخل فيه هادشي ديال السوشي، الشاورما الى غير ذلك باشكال جديده. حيت حنا نهار اللي فتحنا المؤسسه حاولنا نلعبوا على واحد النقطه مهمه، هو اننا التميز في كل ما نقدم للزبون. ما يمكنش اننا حنا نفتحوا ونديروا واحد الاسم اللي هو ياخذ واحد
القيمة كبيرة وفي الأخير نقدموا نفس الشيء اللي كاين في السوق. لا حاولنا نتميزوا حتى في الحلويات العربية أو التقليدية ديالنا حاولنا نتميزوا. أننا كنخدموا دائما مع عمرنا كنديروا ليزاروم وداك الشيء ديال المنكهات كنخدموا بالمواد الأولية 100%. وحنا باش نخدموا على هذه المسألة ديال التميز ولا الجودة حاولنا أننا دائما ولمدة طويلة أننا نخدموا على مسألة التدريب وليفورماسيون والتكوين ديال العمال ديالنا لمدة 4 سنوات. وحنا في كل مرة وبشكل دوري كنجيبوا لهم مكونين محاضرين سواء من داخل المغرب أو خارجه. بحال هذه المرة اللي تقريبا هذه واحد الأسبوع إلى حدود اليوم جبنا واحد الشيف اللي هو معروف حاليا في فرنسا وهو من الناس الأوائل اللي كاينين في عالم ديال الحلويات العصريه لا باتيسري. هذا حاليا دوز معنا الان سيمانه كيخدم وكيفورمي وكيكون الفريق ديال الحلويات العصريه باش اننا نحطوا ديما الجديد ونقدموا الجديد للزبون ديالنا. وهذا دأب ديالنا دي مده طويله على هذه المساله. جبرتونا اليوم كنتواجدوا عند باتيسري رويال طنجي. جينا عندهم قيسنا بزاف ديال اشكال ديال الحلويات الجديدين داخلهم. صراحه الله عجبوني بزاف اشكالات عمري قيستو عند اي باتيسري. واللي مزيون فيهم انهم كيجيبوا شيفان كل مره في السيمانه من المغرب ومن برا المغرب. كيف ما اليوم جابوا شاف من فرنسا هو اللي عمل لهم فورماسيون باش يعلموا اشكال جديده في الحلويات. وحاجه اخرى اللي عجبتني اكثر من غير الحلويات المذاق ديالهم اللي كيحمق كيعملوا حتى الكيك ديزاين كيف ما كتشوفوا ديكوراسيون ديال الباتيسري كامله كتحمق. فمرحبا بكم عند رويال طنجي وانا متاكده غادي يعجبكم الحاجات اللي عندهم هنا. السلام عليكم. اليوم جينا باتيسري رويال طنجي باش نقيسوا المذاقات الجدادين ديال اشكالات الحلويات ولا الباتيسري اللي عندهم. صراحه هما من رواد هذا المجال هذا يعني راه شحال هذه هما في الدومين ولكن واخا هذاك ديما كيجددوا كيبغيو يجيبوا الجديد. واليوم كانوا جوج ديال الشيفان ديال الباتيسري اللي جاوا عملوا فورماسيون الدراري هنايا. فهادشي مزيان وهادشي كيفرح رغم انهم زعما ماشي مزيان ولكن ديما كيبغيو يجددوا. فاللي نقدر نقول لكم الناس اللي ديجا جاوا قبل واش كتشاركوني نفس الراي في انهم عندهم الحلويات مزيونين وعندهم شكالات واعرين، والناس اللي ما جين انا متاكد غادي يعجبهم.